إنسان راقي ومؤدب وبيحب بجد، مع المستوى التمثيلي ممثل كبير. يعني صحيح ان احنا بنشتغل كوميدي، بس طبعا انت عارف ان الكوميدي ده اصعب من الحاجات الدراميه بكتير. فهو ممثل من العيار الثقيل، يعني يخض اي حد. بس انا اتشرفت فعلا ان انا وقفت قدامه. هو لما بتبقي ممثله قدامه بيطلع منك احلى حاجه. هو كل المشاهد معاه كان فيها ضحك، وكان فيها مش عارفين نوقف ضحك، وكان فيها لا. وبعدين الحين كنا بنشتغل اكتر من يعني ساعات طويله يعني، فبالاخر تلاقي لسانك ما بقاش قادر يقول الكلمه ده وخلاص بقى، فهو ونعيد ونزيد. لا في مواقف كده لطيفه، بس لا ما فيش ان مشهد ان كان بالنسبه لي صعب يعني. لا